تحسبوني نسيت الاستاذ كي اس اي. الف مبروك ايفون 13. الف مليون مبروك لكل شخص تخرج، والله يوفقكم باجازتكم هذه وتستمتعون. احمد شخصيا بيكون معاكم باذن الله متواصل على مدى الشهرين هذه في اجازه الصيف، والمقاطع باذن الله انها تجوز لكم. اخر اسبوعين سحبنا تقريبا على فوق 10 بلاي ستيشنات 5 وجوالات وستورات واشياء كثيره، بس وين هذه يا احمد؟ في البثوث المباشره بقناتي بتويتش اللي ابث فيها. حبايب القلب اللي قاعدين تطالعوني، والله انا يا صديقكم احمد اني ممتن مره على اللي قاعدين تقدمونه لي، فما ادري كيف اقدر يعني اشكركم، لكن ممكن اقل شيء والله اقل شيء اقدر اقدم لكم هو المحتوى اللي يخليك تبتسم وتقول الله يسعدك ونستني ولا ضحكتني، وان شاء الله اني اقدر اسوي الشيء هذا. خلنا يا جماعه الخير 5 مليون و500 الف مشترك، الله يسعدكم، ما بقى لنا شيء على 6 مليون. الاشتراكات والناس الجدد اللي قاعدين يشوفون الفتره الاخيره ما يقصرون على طول يشتركون، فان شاء الله انك تكون منهم وتسعدني ودامني مروق ومبسوط. خذوا هذه يا جماعه من المقطع الجاي اللي مفعل الجرس، راح تجي هديه اذا وصل بدري. وليش من المقطع الجاي؟ من الان رامي بسم الله. زيد ايوه زياده يا سلام. فانزل فعل الجرس، نصيحه لان المقطع الجاي في شيء لك. اللي تابعني بالسناب يا جماعه شافني يوم الاربعاء اللي فات، كنت انا وابو شو ومودي وخلودي 25 وابو عابد يوتيوبر مره كثار. مشاهير مره كثار سواء من السناب او اليوتيوب او التيك توك، كنا متجمعين كلنا في مكان واحد. الصدق اني انبسطت بشكل مش طبيعي في ذاك المكان، غير اني قابلت ناس اللي احبهم، شفت شيء ما اشوفه الا برا، شفت شيء عالمي، شيء فخم. وكثار كانوا يسالوني يا جماعه، بتطلع لكم بعض اللقطات، وكثار كانوا يسالون على الموقع وين هذا؟ حاب اقول لكم يا جماعه ان بدايه الخير قطره، هذا جيمنج سنتر كبير فتح بالرياض وباذن الله راح يفتح بجميع المناطق، ولكن اذا قلنا جيمنج سنتر اعرف انه من العيار الثقيل، مكان يجمع الجيمرز كلهم مع بعض واجهزه من افضل الجودات، هذا الكلام انا ما اقوله من قرايه، انا رحت وشفت قدام عيني. صار لك صوت، صار لك جمهور. حاجة فخمة، وصارت في بطولات هناك وغيرنا جو، اللي كانوا يتابعوني بالسناب شافوا بعض اللقطات، المكان الان فتح رسميا واذا انت في الرياض تقدر تروح تشيك وتشوف وتجرب وتعيش التجربة. دامها اجازة الصيف وفاضينا الان ابى احط لكم اللوكيشن حقهم تحت في الوصف وحساباتهم بمواقع التواصل، شيكوا عليهم وعيشوا التجربة اللي عشناها احنا. ابى اطول عليكم يا جماعة، مشاهدة ممتعة المقطع اليوم كله ضحك، ولا تحرمنا من ضغطك على اللايك والكومنتات لانها والله تسعدني يا جماعة. الله يسعدكم، عمركم قصرتوا، اسف طولت، السلام عليكم. مستحيل يعني انت تسمعني ابى القمك قدام فوز. طيب ورب العزه فوز 10000 بدل 5000. الله ايش قلبي؟ تبي احمد 12؟ العب العب اذا فزت ما ابي 5000 ابي نافذه وتقول يعني. ايها الساده والاخوه الكرام، عدنا من جديد بتحدي من نوع اخر مع مين؟ مين؟ السلام عليكم ورحمة الله، مقطع والله اني بضحك بإذن الله فيه، معنا كتاب مودي اللي ما في ولا شيء صح، معنا شباب باور. اليوم بيصير تحدي 5000 ريال، ايش السالفة؟ وش عندنا اليوم؟ عندنا تحدي عبارة عن كل واحد فيكم بيركب السير. السير يا جماعة الخير بيكون فيه واحد وأنا أتحكم بالسرعة حقته، وراح على طول المسبح، راح أسأل كل واحد فيكم سؤال، وكل إجابة غلط بيديك السرعة عليك واحد. عندك 3 دقائق، إذا صملت على السير في 3 دقائق هذه تاخذ 5000 ريال. الله أكبر! ثلاث دقائق صمت 5000، أعطيني 5000 قدام الناس. أحو عادي لو سمحت ما تشكك أبداً. عادي نفوز كلنا. والله لو فزت كل واحد 5000 عادي. ولكن تمحو ما قبلها. في حال ان السرعه زادت ومسكت الجهه هذه او الجهه هذه راح تستبعد على طول. ما نمسك يعني. ممنوع تمسك، ثبت نفسك. راح تركض ركض الوين، تركض ركض الحمير. بروح اسخن شوي حمير. بتسخن هنا، تعال الدور واحد، تعال تعال تعال. الفقرات راح تكون متنوعه يا جماعه وما لكم بالطويله، بعضها من اسئله مودي اللي ما في شيء صح، وبعضها راح يكون تشوفونه انتم ان شاء الله. الختام يا جماعه الخير، الله يسعدكم على دعمكم المتواصل وابشروا بمحتوى طيب الخاطر، ولا تحرمونا من دعمكم. هذا المقطع نوصله 250 يا احمد والله نوم. اللي يجي والله اللي يجي. بس عزيزي المشاهد لازم تعرف شيء واحد، اقسم بالله اني اشكرك على دعمك في اخر مقاطع. وافي فاللي يجي منكم انا راضي فيه. الاشتراك واللايك وسمي بالله، مين اول واحد؟ لا انا اولي. يلا بسم الله اولي. السلام عليكم. السلام. اللحظه اللي يبدا فيها السؤال راح تبدا على طول تجاوب ويبدا معك التايم. انت لازم اول واحد عشان اصير تست تجربه للناس يعني. الشيء اللي ما قلته يا جماعه الخير ان الجهاز هذا يموت قدامي تقدر ترفعه ويصير كانه طالع رقية من الجبل، فالان ناصر بيبدا يرفع. لا 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 ما علمت هذه ما كانت موجوده. لا تلمس الحكم.
ارفع لك شوي الريتم. لا 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 ما نبغى ما نبغى ما نبغى ما يحتاج. السلام عليكم استاذ ناصر. السلام ورحمة. خليك على الواحد ومع كل سؤال تغلط بزيدك نمرة زي ما اتفقنا. اوكي. لا 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 والله لا والله لا. طيب سؤال اول، من هو الشخص اللي بالصورة؟ الشخص اللي بالصورة؟ لك ثلاث ثواني. بسام الزهراني. غلط. واحد طاب. بسم الله. السؤال الثاني. اخر رواية كتبها الراحل غازي القصبي هي؟ عبد الخيرات. شقة الغرية العصفورية أقصوصة الزهايمر الوزير المرافق. أقصوصة الزهايمر صح. طيب معروفة. من أول من أول من جهر في مكة بالقرآن الكريم؟ شداد بن أوس، عبد الله بن زيد، معاذ بن جبل، عبد الله بن مسعود. معاذ بن جبل إن شاء الله، أو عبد الله بن مسعود واحد منهم صح. غلط. من من هو؟ طيب عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود قلت واحد منهم. طيب ما تقول ما قلت واحد منهم. الحكم جهر. أحمد خلاص خلاص يا ولد. 15 ضرب 4 لك 5 ثواني. 15 ضرب 4 35. غلط. 25. لا تلمسني. 15 نسيت يا ولد خلاص. 60. متى وقعت غزوة دومة الجندل؟ في تبوك. لا ما له دخل. 5 هجري 3 هجري 10 11 11. غلط. كم؟ كم؟ ألف. ألف من هو ألف؟ 5 4 ضرب 2 8 6 ضرب 9 مالك شغل. 6 ضرب 9 16 29 87 أحمد خلاص وقف. لا ما توقف. عطني 5000 وينها؟ عاصمة الكويت. عاصمة الكويت. عاصمة الجزائر. الجزائر. غلط. إلا. طيب عاصمة العراق. بغداد. عاصمة سوريا. دمشق. والله حافظ. عاصمة السعودية. السعودية. الرياض. 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 8 ضرب 7 ما أدري ما 77. غلط. لا 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 8 لا 8 لا وقف. طيب اسأل من الكتاب. اسأل من الكتاب. 7 ضرب 32 مالك شغل واخر. والله ما حق أحمد. لا. طيب 2 ضرب 2 4 15 ضرب 3 75,000. والله هي أكبر دولة منتجة للعطور. فرنسا. فرنسا. والله فرنسا. أنا أول من استخدم الغاز السام في العمر. شون جيكس مون. أحمد يا ورد. لا تلمس. لا تلمس. لا تلمس. لا تلمس. من أكبر الصحابة رواية الحديث؟ أبو هريرة رضي الله عنه. صح. اسمع عبد الرحمن بن سهل الدوسي. صح. في أي عام ولد؟ ولد 2 من الهجرة. ماتت. لا تلمس. لا تلمس. المس بعد. المس بعد. المس بعد. ناصر سمر صمر بنت لدينا، ولكن يوم رجعنا للفار طلع ان لمسها اكثر من مره. لا 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 تعتبر مستبعد. وطبعا حتى الوقت اصلا ما جبته. ما قصرت. سلم. طيب نبدا معاك بطلوع خفيف كانك تطلع تله. سبعه خفيف. اي تله. تمام. طيب من هو الشخص اللي بالصوره؟ ركان. صح يا عمري. اوكي اوكي اوكي. داخل جوه هذا. طيب عندك 5 ثواني. عدد لي 3 تطبيقات اكل. هانجر ستيشن تو يو جاهز مرسول. بس يا ابن الذين. والله صعب. هذا اللي بيفوز. 3 حيوانات مفترسه بالسعوديه. نمر اسد لبوه. ما موجود اسد. ليه؟ في حيوان. طيب اذكر لي 3 مناطق في الشرقيه سهله. الاحساء، الجبيل، الخبر. ممتاز. سهله لانه هو معي. جدول الضرب 9 ضرب 8 66. بس ادري والله. لا تكبر اجيب الرياضيات. عطني 3 حيوانات مشهورة في في المملكة العربية السعودية. الصقر، الغزال، الثعلب. ما في غزال. الناقة وين راحت؟ والصقر معروف، الثعلب وين؟ متى الثعلب مشهور؟ حسني. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما نسبة السكر في الطبيعية في جسم الإنسان؟ جرام؟ جرامين 3-5 جرام. الذين يستلقوا. ما عاصمة جمهورية طاجكستان؟ طاجكستان. عشق أباد، علاماتا، بشكيك، ذو شنبة. بشكيك. غلط. طعم القهر. الإجابة ذو شنبة. ذو شنبة؟ نعم. كم يبعد المسجد الأقصى عن عقبة الصخرة؟ معروف. ما يسهل ده. 300 400 450 500 300 غلط. 500. ماذا كان يطلق العرب على المحيط الأطلسي؟ بحر القلزم، الظلمات، لوط، العرب. ما جاوب. بسرعة. العرب. الظلمات. غلط. 8 ضرب 8
48 غلط 7 ضرب 7 35 غلط 49 6 ضرب 2 12 غلط 18 يا كلب 10 ضرب 1 1 10 يا حمار 9 ضرب 9 ما اعرف 1 ضرب 1 1 2 ضرب 2 4 صح 5 ضرب 3 كم 15 طيب باقي عندك تقريبا باقي عندك دقيقة ونص بسم الله مرت دقيقتين وثلاثين ثانية باقي عندك 30 ثانية دحوم قبل دقيقة ونص لا السؤال الأول إيه يا عيال قلبي بسم الله بالكعبة إيه من هذا اليوتيوبر هذا شو اسمه سليمان صح طيب زياد ببدأ معك بدول الضرب عشان أحميك شوي بصراحة 3 ضرب 9 3 ضرب 9 طوله 27 صح 5 ضرب 2 10 13 ضرب 2 26 36 26 26 طيب بلسك برجعك لا تلمس لا تلمس اي زدت والله انك زدت والله كانت 1 ونص اصبر اين يوجد اعلى جبل تحت البحر اليابان العراق اليمن اندونيسيا اندونيسيا غلط وين اندونيسيا صح يلا عن شيطان هذا هو قال 18 ضرب 2 33 ضرب 4 يا طول العمر 33 99 5 ضرب 13 5 ضرب 19 مستحيل مستحيل والله ما بينقص احمد كم يبلغ اطول خط للسكه هديه بدون اعواج ما ادري والله ما تدري 55 ما ادري تم التوقيع اول اتفاقيه تهديد الخطوط اللاصقيه عام 1940 اي بطل صح ولا غلط احمد الله يرضى عليك هي مدينه ضارت هي مستحيل طيب جاوب سؤال من اول منطقه بالعربيه الفصحى هي قلبي ايش قلبي بسم الله عليك قلبي خلاص ايش قلبي بسم الله ممكن ما نبغى يصبر الله يرحم والديك والله وجهت احمد اقسم بالله وجهت احمد وش الهم يطب المسبح جاي والله اني خفت اجيب واخر الدكتور يا ساتر يا رب يا انا غلطت يوم اني صغير مستحيل واحد انا راح استلمه باسئله ثانيه تفضل ايوه اوكي يعني انت تخسر معي ابى القمك قدامهم ابغى فوز طيب ورب العزه فوز 10000 بدل 5 لك والله طيب اسمع تسالني اسئله اوادم والله اسئله اوادم ها تبدا تكفى يا ركان حول يلا حول لا دقيقه ابدا الان طيب ابدا التايمر ابدا اسئله ابدا اسئله وسرع اخر شيء وبتشوف كيف بكسر عينك قال هايل ليش اركان شاكا يتحداك احمد ابدا اسئله ابدا سؤال ترى بدل وقت طيب السؤال الأول أجب بصح وخطأ الفيزياء علم لا يمكن درسته عن بعد كيف؟ الفيزياء علم لا يمكن صح غلط السؤال الثاني إذا تعادل الاثنين يكون في السؤال فاصل صح أم خطأ إيش؟ غلط 5-3 غلط فيك إيش فيك؟ غلط انت اللي هاي اللي اذا فزت ما ابغى 5000 طبعا هذا مهان وكاس العنب جميع الالعاب غير كان العب تبدا من 12 العب اذا فزت ما ابي 5000 ابي تناظف الارض اقول لك عنك بكسوره بس اوكي الله يحفظك يلا يلا بسم الله السؤال الاول كم عدد بطولات النصر 27 غلط غلط ما حد يعرفه ولا وش طيب ما هو افضل لاعب سعودي سام دوسري خلطني ايوه كم تبلغ فتره حمل الابل 7 شهور لا شهر 3 اشهر 8 اشهر سنه صحيح ترى في ذمتك عزيز مشاهد شوف قاعد تلعب على ذمة 8 ضرب 2 16 محاسب هي تسنع الرياضيات صحيح 20 ضرب 14 27 انشأت اليونسكو في عام كم؟ 27 هجرة غلط 46 ميلادي 46 ركض من ساعي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عمرو بن أمية حاطب عمرو بن العاص باء 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 با
بن القيس. عينك مكسور احمد اذكرك. اول من استخرج عرض الكبريت من هو؟ عمر بن اوس. عمر يا فارس. جابر بن حيان. ما من اقرب الصحابه الى قلب النبي؟ ناقة. من هو هذا الشخص؟ هذا زين. غلط. عزوز. عزوز ليش؟ تعرفني؟ مرس شكرا الله مرة الله. أتلمس. إيه زرين مرة من. خطب دي المعز. شايب هذا معز. سريعة مرة. والله سريعة. معز سريعة. ثلاثة. والله سريعة. بديت اثنين ثلاثة حاطك. شو قم هذا؟ والله ما أدري عنه دجاجة. أنا سؤال واحد. وين؟ السؤال الأول. من هو اليوتيوبر؟ وش ذا؟ مع عمر. ركز ان شاء الله. خش 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 خلاص. مستر بيست. مسخ بالله هذا. السؤال الثاني. ايوه. من هو افضل ستريمر في العالم؟ شونك سبونك. غلط. اكسكيوسي هو على مشاهده. اه والله قلت انت. والله انك ما تستاهل والله. لمس. لا 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 ما مسكت مسكه خفيفه. طيب. بطبعك. والله يزلك مويه والله ما يصير. طيب بقلب. اقسم بالله بس. قاعد يمشي الوقت. طيب. 8 ضرب 7. ما اعرف. طيب اوكي. ماني قاعد اسوي سكن. كم عدد؟ كم عدد مشتركيني في اليوتيوب الان؟ 5 مليون. وكم؟ و 500. وكم؟ و 60. غلط. كم باقي؟ من هو افضل ستريمر ببجي؟ عزوز. صح. الله يسعد قلبه. كم عدد المقاطع لازم ننزلها شخص بطور؟ 7. في كل كم؟ شهر. 7 في الشهر. صح. 7 في الشهر. كم عدد الساعات اللي تعبت احمد؟ تعبت. 8 و 8. هذا وانا موصي لك بالضبط. تفضل والله. جيب الكتاب. وين الكتاب؟ وين الكتاب؟ والله مقطعكم موضوع الكتاب. بس بنزل جوالي. والله كتاب عليك. بما ان في ضغط على راعي القناه فراح العب انا. الله يسلمك. تفضل. لا عطني دقيقه واحده. انت تسال نصر. احمد شوف نصر عطنا خلينا احنا نسال. كل واحد يسال سؤال. يلا السؤال الاول يا احمد. متى مد اول خط حديدي في بريطانيا؟ عام 780 هجري. هجري 77. خطا. ناصر. ناصر. ما تمسك. ناصر. ما تمسك. اسلم. 800 ضرب 7. 18. خطا خطا خطا. ارفع. يا الله. ما يرتفع. ما هو افضل كود؟ السكسبيل. استكبر. والله ان استكبر ورب الكعبه. السلام عليكم. مين عمك؟ انا عمي نفسي. مطيني وعلي. والله تكفيت انت. اقول لك اسر عينك. صراحه خسي ما حد يكسر عيني. والله ما تكسر عيني. ولا اللي يكسر عينك كل العود. يا مهود. طلع فيني ولا اكسر عينك. طلع فيني ولا اكسر عينك. مين افضل واحد دخل 400؟ اركب. انت عزوز. يا درهم. المدينه التي اسسها عمرو بن العاص بعد فتح مصر. شمر شمر. ايش ناصر محمد زيد النعمي كم عمره؟ 24. خطا. 25. صح. 26. لا 24 بس خطا نبغاه. كم عدد المشتركين بوا؟ مليون و700 و85. خطا 800. صح. احمد من هو اول من سافر الى القسطنطينيه؟ عمر ما ادري والله ما ادري بس ارفع. احمد تعب. من افضل جنب الدوري السعودي؟ صلاح ياسر قحطاني. خلا انا ايوه عطى. يا عيال انتم ما قاعدين تزودون ذا. زود. لا ليس اللايك واشتراك يا مشاهد. لا يعطيكم العافيه يا مشاهد. تعال. يا جماعه يا مشاهد يا جماعه اتمنى استمتعتوا بمقطع اليوم وفي امان الكريم. لا تنسوا الاشتراك واللايك.